سعيد جدا بوجودي النهارده. طبعا السؤال اللي اتسال ده سؤال صح، وفي تقصير فعلا في الاعلام الرياضي بالنسبه للالعاب الاخرى غير كره القدم، وده حقيقي. مش عايز اتكلم عن نفسنا احنا في قناه النهار او في البرنامج عندنا في كره كل يوم، اللي احنا بنحاول اي ايفنت او اي حدث رياضي بعيدا عن كره القدم بنحاول نناقشه وبنحاول نتكلم فيه، سواء يعني الالعاب الاخرى سواء جماعيه او فرديه، بس دايما الاهتمام المشاهد المصري اكتر بالكوره. واحنا كمان مرتبطين في القنوات شويه، انت عارف الفتره اللي فاتت كان في ازمه اقتصاديه شويه في القنوات والنواحي الماليه، فدايما المعلن مهتم بالكوره. يعني هتلاقي مثلا 90% من البرنامج في اليوم بنتكلم على كره القدم، ان ده اهتمام المشاهد المصري بكره القدم، وفي نفس الوقت زي ما قلت المعلن بيبقى عايز الحاجه اللي الجماهير بتحبها. فصح احنا عندنا مشكله شويه في الالعاب الاخرى، لكن انا بحاول من خلال البرنامج ومن خلال قناه النهار اللي احنا اي حدث رياضي مهم على المستوى القاري او المستوى المحلي بس تكون بطوله قويه بنحاول نناقشه. طبعا في مشاكل كتيره بيتعرض لها اللاعبين واللاعبات المصريين والمصريات، زي ما حضرتك قلت طبعا في المصارعه، وشفنا طبعا كمان بعزي بني سويف وبعزي اسره الدراجات والرياضه في اسلام ناصر الدراج المصري طبعا اللي توفى في جنوب افريقيا، بنقول بقاء لله وربنا يا رب يدخله فسيح جناته. بنحاول نناقش كل الالعاب الرياضيه بس ما بتاخدش نفس حجم كره القدم. بالنسبه زملكاوي اهلاوي، المشكله اللي احنا كاعلاميين مفروض اطلع على الشاشه سواء انا زملكاوي اهلاوي بعيدا عن اي انتماء او اي عاطفه. يعني ما ينفعش اطلع على الشاشه ابقى مشجع، انا في متلقي قدامي او في مشاهد قدامي او مستمع في الاذاعه بيبقى عايز ياخد معلومه صادقه بعيدا عن انتماءاتي وعواطفي، فالواحد بينسى انتماءاته خالص وعواطفه تماما امام الشاشه. يعني حتى في كتير من الزملكاوي بيزعلوا مني، بيقولوا انت بتقول اخبار سلبيه ساعات ضد الزمالك وانت زملكاوي، فبرد عليهم بقول لهم انا راجل اعلامي قدام الشاشه بنسى ان انا زملكاوي خالص. انا اللي بشكرك يا كابتن سامح وفرح وكابتن كريم وقناه النهار، لان انتوا فعلا صوره مشرفه، فانا بشكركم لتعبكم ومجهودكم وسفركم، لتعبكم ومجهودكم وسفركم النهارده، فعلا شكر كبير ليكم. يعني اكيد يا كابتن، يعني التواصل ما بين الطلبه وما بين الاعلاميين بيفرق كتير. النهارده احنا متواجدين بدعوه كريمه من حضراتكم، قول لي المزايا اللي ممكن تطلع بيها من لقاء زي لقاء النهارده. اولا الميزه الكبيره اللي انا بطلع بيها كل انتم ما بتيجوا عندنا هنا فعلا ثقه الطلاب والطالبات في الاعلام، وخصوصا لما يكون ممثل في قناه زي قناه النهار وجود شخصيات محترمه. لان خلينا نتكلم بكل صراحه، الفتره اللي فاتت في اهتزاز شويه ما بين الناس والاعلام ويقولوا في مشاكل لا احنا بنحاول نجيب صوره مشرفه، يحصل تواصل بينكم وبين الطلاب هينعكس عندي مثلا في الانشطه، هتلاقي الطالب عاوز يمارس انشطه لانه عارف في قناه محترمه تبقى موجوده، في مذيع محترم، في شخصيه لامعه موجوده، فيكون يقبل على النشاط، بالتالي بيعود على الجامعه باثر ايجابي. فده فعلا بنحاول نغير الصوره اللي الناس واخداها او الكلام اللي هو كان بيقال قبل كده ان في حاجه ما بين الاعلام والناس او متمثل في صوره الطلبه والطالبات. لا بالعكس، انتم وجودكم النهارده، انت شفت الطلبه فرحانه بيكم قد ايه النهارده وسعيده بيكم، وده اللي احنا عايزينه، وعايزين لان ده في الاخر بيعود على بلدنا، على جامعتنا اللي هي جزء من المجتمع بلدنا. بتحس ان في فعلا محتاجين نصحح حاجات كتير ماتت عندنا، بنصحح القيم والمثل والمبادئ. يعني انا كطالب او طالبه الاقي مثلا كابتن سامح، كابتن كريم، الناس الكبيره دي واجي اشوفه ويعمل معاه لقاء وجاي بينقل الصوره والحدث كما انزل بالظبط، هيحس ان في مصداقيه، هيعود عليه هو بنفسه برضه يكون المصداقيه موجوده عنده برضه سواء طالب او طالبه او اي فرد في الجامعه. انا بشكر جامعه بني سويف جدا، وبشكر طبعا كابتن محمد فاروق على دعوته وان احنا كنا موجودين النهارده في جامعه بني سويف، بشكر كل الطلبه، بشكر طبعا فريق كشافه النهارده اللي كان قدم شيء مشرف، ومبسوطه ان احنا كنا معاهم النهارده. دايما الانشطه الطلابيه بشكل عام بتخليك سعيد وفرحان ان انت تكون موجود مع الطلبه، ايا كان بقى في احتفال مثلا معاهم، باي نشاط طلابي يعني خلال السنه بالكامل، باحتفالهم في تخرجهم، اي ندوه او اي فرصه ليك انك تتواجد مع
الطلاب الجامعات الواحد فعلا ما بيتأخرش عنها. النجاح الحقيقي هو النجاح اللي بيجي لك من خلال الطلبة، بيجي لك من خلال الشباب والبنات اللي بيتابعوك واللي بيتفرجوا عليك، لأن أنا كنت في يوم من الأيام مكانهم وزيهم، وكان بيجي مجموعة كبيرة جدا من الإعلاميين ومن الناس اللي حققت نجاح في مجالات كتيرة جدا، وكنت بحضر كل ندواتهم، وكانوا بالنسبة لي هم القدوة والمثل، وكنت بتعلم منهم، وكان نفسي في يوم من الأيام أبقى قاعدة مكانهم. فأنا بقول لكل الطلبة ولكل الشباب والبنات، خليكم ورا حلمكم، ويعني نشاطاتهم اللي بيمارسوها طوال يعني طوال السنة، وطبعا دعوتهم لينا ووجودنا معاهم خلال السنة بالكامل في أي ندوة في أي نشاط طلابي، ده شرف لينا، وهو ده النجاح الحقيقي لأي إعلام. طبعا اتشرفت النهارده بوجودي في محافظه بني سويف وفي جامعه بني سويف مع الطلاب ومع طبعا رؤساء الجامعه، رئيس الجامعه الدكتور امين لطفي النهارده، ودكتور محمد خضر، وكل الرؤساء او كل يعني نواب الجامعه النهارده. وكنت سعيد جدا بوجودي كمان مع طلاب جامعه بني سويف، اللي انا دايما ببقى حريص كل سنه بكون هناك، و يعني شفت حب وترحاب وانشطه رائعه جدا النهارده في جامعه بني سويف، اللي كل سنه بروح بصراحه بلاقي تطوير كبير جدا واستقبال جميل جدا، فالواحد بيبقى سعيد جدا هو دايما في محافظه بني سويف وسط الطلاب وفي جامعه بني سويف. بشكرهم طبعا على الاستقبال الرائع والتكريم لقناه النهار رياضه، بشكرهم شكرا جزيلا. طبعا كان معايا طبعا زملائي سامح الفيومي وزميلتي فرح علي وكابتن محمد فاروق طبعا حكمنا الدولي الكبير، هو امين عام الجامعه هناك وعامل شغل رائع جدا، فبشكره شكرا جزيلا على حسن الاستقبال النهارده والضيافه بصراحه بشكل جيد جدا في جامعه بني سويف.